جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما رأيكم في إحياء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكر والقراءة، حيث يجتمع أعداد كبيرة من الناس في برحات كبيرة سنويا في ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام، ويقيمون الذكر ويضربون الدف، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ توجيهنا وجوب ترك هذا العمل لأنه بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمولد لا شك أنه محدث وبدعة، لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من أمره، ولا من إقراره صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الخلفاء الراشدين، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل القرون المفضلة، فإنه بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، برواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر به وترك ما نهى عنه، وقد نهانا عن البدع ومحدثات الأمور، ومنها المولد، إنه محدث وبدعة. والواجب على المسلمين الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعله فعلوه، وما تركه تركوه. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول نهانا عن البدع، ومنها المولد، فإنه بدعة كما تدل على ذلك النصوص الكثيرة، فهو بدعة محدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع بجميع أنواعها، سواء عن الموالد أو غيرها. الواجب على المسلمين أن يتركوا هذه البدعة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به يتمثل في عمل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحبة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا في أيام محدودة أو يوم معين، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عمل صالح من قول أو فعل، يذكر في الأذان، يذكر في الإقامة، يذكر في التشهد، يذكر في كل عمل وفي كل طاعة عليه الصلاة والسلام، يذكر بالصلاة والسلام عليه دائما كل ما مر ذكره صلى الله عليه وسلم، كل ما صلى الإنسان فريضة أو نافلة، التشهد الأخير يصلي ويسلم عليه، فذكراه تتكرر علينا دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام.